طيب عمرك فضلت كده ورقة واحدة حطيتها هدف كده قدامك وقلت انا هفضل وراها وراها لحد ما اجيبها؟ اه طبعا واحدة، هي واحدة واحدة؟ بس لا يعني، يعني واحدة نتكلم عن واحدة مبدئيا. حصل حصل خلاص مش بقى الراجل عارف مش عايز يكون اكتر حاسس كده، ما انت كده ما توقعناش في الكلام زعل من المدام. زمان. هو انا لسه بقوله حصل من زمان. لبيب يس وانت ايه هو انت ليه مستقصد الراجل ده يعني؟ عشان على يمينه عايز اه في طار في طار بايت. صلى قول الستات اه يخشوا مع الصحة والدخل وال اكيد قشطة يعني احنا رجالة، هم ستات هم ستات احنا رجالة. شفت يا سلام بكل بساطة الراجل ده راجل قوي، هنعمل ايه يعني؟ والبنات يعني البنات مهمين سواء كانوا ابناء طب خلاص او بقى كفاية بقى خطاب كلام عن الستات بقى. او زوجات او امهات، يعني في كل الاحوال هم موجودين في حياتنا، هم سبب سعادة يعني، سواء الست دي ام او ست دي زوجة او ست دي صاحبة او ست دي بنت. حضرتك لما خلفت البنت حسيت بده قوي يعني، الناس محذروك الموضوع ده؟ هو في اول ما خلفت بنت يعني الحمد لله طبعا على كل حاجه، كنت يعني عمال اقول ليه ليه كده ليه كده، وبعدين ابتديت احس بالسعاده فعلا اللي بيحس بيها الاب تجاه يعني حد منه كده، وتبقى بنت بالذات، فابتدى الموضوع يبقى فيه اهتمام. وبيقولوا انه البنت حبيبه ابوها، ايوه، فابتدى ده لما ابتدت يعني تلاغي بقى دلوقتي، وابتدت شويه تقول تعمل شويه حركات كده، فبقى في التواصل طب بمناسبه بين بقى الاب والبنت. البنت والبنات نغني قدك. ده مش البنت والبنات، ده على السؤال اللي سالته الست يسرى. إيه؟ انك فضلت ولا ورا واحده لغايه اما طيب ما هو برضه بنت وبنات. يلا نقول قدك يا جماعه، يلا بدل ما نخش يلا في مش كلام فاضي بدل المشاكل اللي عمال يدخل فيها ده. يلا ايوه بالظبط. واحنا قاعدين ولا واحنا قاعدين؟ روح وقت عايز. قدك انا ولا هنا غيري انا قدك انا ولا هنا غيري انا. يا انا يا جمالك يا انا يا غرورك انا يا حبيبي انا اللي حشدك، انا مش جايلك انا كده طايلك، انا من قبل ما اشوفك واخدك. قدك انا ولا هنا